اقرا وخيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان كم من فؤاد كالحجاره قسوه فاذا وعن القران حين لانا كم من فؤاد كالحجاره قسوه فاذا وعن القران حين لانا فاذا وعن القران حين لانا اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر يهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا وتائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيران.